السلام عليكم. اهتزت الأسرة التربوية على وقع فاجعة لما راح ضحيتها فتاة وتلميذة في مقتبل العمر تبلغ 18 سنة وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توفيت التلميذة بلقيس قرشي وهي في عمر الظهور في حادث مرور رهيب. المرحومة كانت في انتظار نجاحها في شهادة البكالوريا، وتوفيت رفقة أختها وأخوها، كما أنهم أبناء أستاذة اجتماعية تعمل في ثانوية الشيخ عبد الكريم المغيلي بولاية أضرار. الحادثة الأليمة أثرت كثيرا في رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تصفحوا هذا الخبر الأليم ودعوا لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.